السلام عليكم صحابي عشاق الاقصص. في هذا الفيديو جبت لكم واحده من الوصفات ديال الكريب المملحه اللي كتجي كثر من رائعه. ممكن تقدموها في الكوتي في العشاء وحتى في اللانش بوكس. باش نحضروا العجينه ديال الكريب بغيت خصنا جوج فرماجات من 30 زبده سعتر الملح بيضه حبه واحده وغنحتاجوا جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب وكاس ونص ديال العنبه نفس الكاس ديال الطحين. الكاس اللي عبرت بينه هو هذا كاس العنبه الميين. على بركة الله نبداو في إناء نضيفو الفخوماج. بسم الله نزيدو عليه الملح ندعكوه. ملي كداكي كيولي بحال لاكخيم نزيدو عليه الزبدة نزيدو ندعكو شوية باش يتجانسو. نضيفو البيض الزعتر وبالنسبة للزعتر اختياري انا كتعجبني النسمة ديال الزعتر. ممكن نضيفو حتى المدنوس ولا اي منسم. انا بديت كنضيف في الحليب وكنطرب شوية بشوية. انا خديت الطراب الكهربائي باش ما يبقاوش عندي دوك الحبيبات ديال الزبده مع الفخوماج. انا غنبدا نزيد في الطحين بشويه بشويه وانا كنطرب. انا من بعد ما بقاوش عندي دوك الحبيبات خديت الطراب اليدوي وغنكمل نضيف الطحين ونطرب. غنبقى هكا حتى نحصل على القوام اللي بغيت ديال العجينه ديال الكريب. كتعرفوه بحال هكا ما يجي لا ثقيل بزاف لا خفيف بزاف. في المقله غندير شويه الزبده باش ما تلصقش منها الكريب ونبداو نطيبو. بسم الله بالنسبه للعافيه فانا في الاول كنديرها مجهده حتى كتسخن ليا المقله ومن بعد كنقصها شويه باش ملي طيب لينا لاكريب حتى من الداخل ما تحرقش على برا. الا خليتي العافيه مجهده غتحرق من برا وما غطيبش من الداخل. هكا غنبقى حتى نطيب الكميه اللي عندي. بالنسبة للصوص عندي هنا البزار الأحمر المايونيز الحار الموطاغ الملح الكورنيشو. نقطع الكورنيشو رقيق بزاف باش نوجد لاصوص ديالي. غناخد المايونيز نزيد على الموطارد شوية الحار الكورنيشون نزيدو عليهم قبيصة الملح. وبالنسبة للبصل الأحمر راه الطعم ديالو شوية قاصح أنا كترتو كيعجبنا. ما تقدرو ديرو غير شوية وتقدرو ما ديروهش كاع. تقدروا تنسمو بشوية زيت العود ولا الحامض. دابا غندوزو نعمرو لكريب ديالنا بلا فارس. نديرو لاصوصية الأولى نضيفو الطون. في عود الطون ممكن نديرو حتى الماكيرو ولا السردين
هذا كسر ديال المعلب على حسب الذوق. هنا انا كنزيد الفرماج، درت فرماج، هذا فرماج موتزاريلا، فرماج حمر ادام، حتى هو كيجي رائع. نكمل التعمار ديال الكريب ديالي. هنا انا ملي كنجمع لا كريب ما كنبغيش ندير لها البيض او لا العجينه باش تشمع، لانه ملي كنجمعها ملي كنحطها في المقله تحمر كتجمع بوحدها بهذا الشكل. هنا بدلت، درت غير الطون ومدرتهم هكا طوالين دورين. هنا من بعد ما كملت تعمر ديال لافارس غندوز نحمرهم في المقلة على نار هادية بزاف، و تيكون كيجيو رائعين، غير جربوهم ما غتندموش. نقلي غير نقول لكم بالصحة والراحة وجربوهم، راه كيجيو غزالين بزاف. و الى عجبتكم الوصفة والفيديو ما تبخلوش عليا بابوني و